طيب شباب ركزوا معايا، احنا دلوقتي معانا مشهد فيه ثلاث شخصيات، نرجس، اكمل، ثابت. مريم نشأت بتعمل نرجس، يوسف بيعمل، كل واحد يفتكر بس عشان يوسف هيعمل اكمل، حسام هيعمل ثابت. في الحلقة دي حبيت كأني بصور مشاهد من المسلسل لسببين، سبب أنا أشوفهم في الأدوار فعلا هيأدوا إزاي، والسبب التاني أنا نفسي أجرب توجيههم كشباب. حبايبي، هو الرش ده ملوش ريحة ليه؟ الرش الحديث يا فندم ما بيطلعش ريحة. طب هو الرش ده يعني ممكن يقتل بني ادمين؟ لا ولا حشرات بس ولا ايه يعني؟ لا حشرات بس. انا يعني قاعده لوحدي في البيت زي ما انتوا شايفين، لازم قبل ما انام اتاكد ان الغاز اتقفل كذا مره. هو انتوا مين بقى كلمكم في اتحاد الملاك؟ لا مش فاكر، هو كان مين؟ يكونش استاذ محمد اللي هو جوز مدام ميرفت؟ هو استاذ محمد ده يا فندم صح؟ هو. معلش يعني لو كنت بسألكوا كتير ولا حاجة يعني، بس أنا لازم أطمن، أنا زي مامتكوا يعني. لا حقك طبعا يا ست، كل حقك طبعا. شكرا يا حبايبي. على أبوها ما تسكتش. تقول حاجة يا حبيبي؟ لا يا حاجة، بس بزق البتاع. زقها كويس. طيب يا حبيبي، تعرفوا منين لو حد عمل لكم بلوك؟ لا هو على حسب البرنامج يعني، بس في الآخر عموما بيجيب لك إنه هذه الصفحة غير موجودة. هذه طب استنى. استنى كده، بص يا حبيبي. ايوه. زي دي كده؟ كده في حد حذر حضرتك. ايه؟ ايه؟ لا. ايه؟ مربط عملت لي بلوك. تخيل؟ ليه؟ وانا بايدي دي خبطت على باب شقتها، خبطت عليها لقيتها ما بتسالش ولا شايفه اي حاجه عنها، قالت لي انا قفلت الفيس خالص، وانا صدقت بعبطي وهبلي. اقطع عليك يا ميرفت، طلعت عبيطه وهبله وتافهه كمان وعايشه لوحدها. انت بتقول ايه يالا؟ لا ما بقولش حاجه. خلصنا يعني، قربنا نخلص اهو. احنا خلصنا كده يا فندم. طب مرينا باي حاجه؟ يلا على الصاله. يلا خش على الصاله. ما يلا قدامي. حاضر. مالكوا في ايه؟ يلا. هاي نشوفها يا شباب. شكرا جدا. ام ابنها متهم باغتصاب اكتر من 100 فتاه، وهي مصممه ما يتقبضش عليه وتاخده تخبيه في الفيلا اللي في الساحل، وهم الاثنين في العربيه رايحين الساحل، وهي مصممه تخبيه قبل ما يتقبض عليه ويطلع له امر ضبط واحضار. الأم وابنها اتفضلوا. حضرتك سايقة وهو اللي جنبك صح؟ هايل. ومين ده بقى اللي بيغني؟ مروان موسى. ده صاحبكوا بقى برضو كده؟ أمجد ينفع تتكلم؟ احنا إن شاء الله لما هنوصل هنقعد مع بعض وقت كبير، ما ينفعش نقضيها سكات كده ولا إيه؟ اتكلم في إيه؟ حاجة بينك وبين روزانا دي؟ لا. طب ليه حطوك في دماغها بالطريقة دي؟ ليه عايزة تأذيك؟ ليه تعمل صفحة زي دي؟ من فضلك تفهمني. عشان هي في شلة شادي، وقت كده في بيني وبينه بيف. ايه بيف ده؟ مشكلة يعني، نزلت مع واحدة صاحبته كذا مرة قبل كده فقفش. مش مصدق، هو لعب العيال ممكن يوصل للدرجة دي؟ على فكرة بص يا حبيبي، اطمن باباك، اعمل محضر في مباحث الانترنت. وحياتك عندي هتجيبوا كلهم. ايه ده البنزين؟ احنا كنا لسه في بنزين يا ماما. معلش يا حبيبي، انا يعني مش عارفة افكر في ايه ولا ايه. معلش ماشي، هنلاقي بنزينة كمان 3 دقايق. ماشي، خليك على اليمين بقى. حاضر. انكات هايل. مشهد شهيرة وسيف، عجبني جدا المشهد اللي ما بينهم، وحسيت ان هما الاثنين انكاست جدا للادوار.